نحتاج لاثنين باكيت بسكوت محلى مطحون، وكمان ثلاث علب دراء من امريكان جاردن، اثنين علبة انجاص من امريكان جاردن، اربع اكواب كريمة سائلة مضروبة يعني مخفوقة، اثنين نص كوب سكر، اثنين معلقة كبيرة فانيلا، وكوب ماء، معلقة كبيرة ونص جيلاتين، وللتزيين بدنا دراء ونجاص ولوز وفراولة. تمام. هلا بدنا نرتب البسكوت بهاي الطريقة. هلا لو لقينا بسكوت مدور مش مشكلة، بس يفضل المربع عشان بيسهل علينا بالبايركس. بتنعمل حتى لو عندك يعني بتنعمل تبع التشيز كيك، بأي شيء بتنعمل، لأنها بتجمد لأنه فيها جيلاتين فما في مشكلة. نرتب البسكوتات الطريقة هاي على القد. شايفة؟ متفقة أنا معاهم. هيا شايفة كيف؟ وهلا بدنا عشان البسكوت يتشتش بدنا نعمل شوية، نحط شوية فواكه هون. عندي نجاص، وعندي مشمش، وعندي دراء. تمام. كلهم بنحطهم جوا لأنه بعطوا طعم كتير كتير زاكي. خليني أكترهم. بعدين بدي أمعصهم. بترتش يعني؟ أنا آسفة على الصوت بس بترتش. لا ما بترتش بس بطلع خربت. نمعصهم كلهم مع بعض. هلا امريكان جاردن عندهم فواكه مشكله، بس انا حبيت اختار هدول لانهم بعطوني طعم يعني طعم مميز. طبعا عندهم فواكه مشكله اللي بحب. بدي اكثر هدول الدراء. انا يعني بحس هلا موسمه يعني. طبعا. رائد الفار صباح الخير. عبير خليل يسعد صباحك. وهبه رضوان بدها طريقه الكوكيز الشوفان بس يكون صحي ما فيه دسم. عملتها الشوفان. مضبوط صح مرات عملتها. تشوفها على صفحتي بسهوله بتطلع لها وتلاقيها. عبير ابو كويك صباح الخير. ام الياس دحنوس ايمان. بس تنديره نعمل مندير طبقه الفواكه المشكله على زي الصوص طلع. ومن غير ولا شيء، تحط لها ولا جيلاتين ولا شيء، ولا شيء. تمسك هي حالها لحالها. الجيلاتين وين بتحطيه؟ هلا بنحطه على الكريمه شوي صغيره. كثير هاي المي سخنت حتى عشان ادوب الجيلاتين. نطفي هذا خليه شوبنا. نفردها بطريقة هاي. دحنوس ايمان يسعد صباحك، شكرا لك. كمان ام نبيل الكردي صباح الورد، شكرا لك كلك ذوق. وكمان رائدة الصوي صباح الخير يا رائدة. هلا بدنا نحط الكريمة مع الدراء. هلا صباح الخير. الجاهزه الدراء جوا يعني محطوط. هلا بنحط الكريمه. هاي كريمه سائله اللي قلنا من قبل بتيجي بعلب زي علب الحليب. وبتكون سائله ونحن بنضربها لحد ما تصير هالقد جامده مخفوقه معنا. حطي لها سكر. في صبايا بعثوا لي، هلا بدي احط لها سكر. في صبايا بعثوا لي قالوا لي ما خفقت معنا، بتكون سخنه اذا شريتيها من السوبر ماركت وجبتيها دغري. تخفقيها ما بترفع. لازم تكون باردة بالثلاجة. لازم تكون باردة وبترفع. حط لها بس شوية سكر. في معلقتين شوية سكر. طبعا مكتوب المعيار بالوصفة. والفانيلا احنا بدناش نخلطها كثير، فبنلاحظ عم بحط الاشياء عشان اخلطها مرة واحدة. بعدين بدي اقطع فيها شوية فواكه. تمام. بدي اقطع فيها شوية دراء، فراح اخذ وقت، فإذا بدك خذي وقتك. تمام. حاقطع فيها دراء ونجاص ومشمش. وازينها فيهم كمان. هاي بطبقة بجوا الكريمة؟ اوكي. هلا بتشوفي كيف احلاها. ها سألتي على الكنافة المبرومة؟ ني يعملوا لك اياها وبعثوا لك الصورة. لا ما تخليها، تفضلي. وهاي اخذوا طريقة ممتاز. سناء قاسم حبيبتي يسعد صباحك. يسلموا ايديك يا سناء. يسلموا ايديك مبينين بشهوا. بس طمنيني كل شيء تمام، اكيد الطعم كان زاكي. اذا انت عملتيها اكيد زاكي. احلام ابراهيم بتقول لك منوره يا امونه حبيبتي. ومريم الشبول صباح الخير. هذا نوركم انتم. بتقول لك اذا قولي لي يعني اذا بدها تعمليها البيبروني
بيبروني. بيبروني. بدها بيتزا بيبروني. بيتزا بيبروني. بيتزا بيبروني يمكن. احنا عملنا بيتزا وطلع عملنا بيتزا وطلعت كثير زاكية، والحمد لله كل اللي جربوها زاكية اكيد كثير انبسطوا فيها. ماريا المومني شكرا كثير لك يا ماريا. ريهام القادري صباح الخير، منيح انك تابعتينا معناته ماريا اليوم. ونضال سمير زريقات صباح الخير، وكمان سايا صباح الخير ورفعت عين. بعد اذنك اخذ صحن من هون طبعا. اطل لك؟ لا لا تغلبي شح كثير بالك. لا مش مشكلة، بس بدي اذوب الجيلاتين. هناء المعايطة كمان صباح الخير. الجيلاتين لازم نذوبه بمي سخنة علشان عشان يذوب معنا يعني. رائدة أبو الصوي عم توجه تحية لكل مشاهد لكل صديقات قناة رؤيا، أنا كمان عم بصبح عليهم دائما هيك فعالين على الجروب، فظيعين عاملين جروب حلو اسمه صديقات قناة رؤيا. أهلا وسهلا فيهم، نصبح عليهم أكيد فردا فردا. هاي بدنا نذوب الجيلاتين مي سخنة. إذا جيلاتين كزبر معك نزليه بمصفاي لأنه في مرات كزبر. آه طبعا. هيك بصير. لهو طلع هيك ممتاز، بس لانه المي سخنه. في جيلاتين بشوفه نوع ثاني، هذا الشفاف هو شو؟ في هيك وفي هيك، بس شوف هذا بقى نفس الشيء. اوكي دغري. وبنضيفه على الكريمه ونحرك، مش خفق، تحريك بسيط عشان ما بدنا اياها الكريمه تفرط. الكريمه بعد ما تضربيها اذا حركتيها كثير ممكن تفرط. تفرط طبعا. احنا ما بدنا اياها هيك. جنان العموش صباح الخير يا جنان. وريما الجمال يسعد صباحك يا ريما، بدها عصائر رمضان. مزبوط طلبوا مني. مزبوط طلبوا مني. خلص حاضر ان شاء الله هذا أمر دين تمر الهندي زاكي بالمرات الجايه ان شاء الله ما بنقصر. تقوى العكايله صباحك ورد. سلوى عاشور لا ما تتاكدي، هي قرات تعليقك كانت زعلانه اللي انا متاكده مش رح تقرا تعليقي وانا بصبي عليك يا سلوى. يسعد صباحك. صباح الخير يا سلوى، صباح الورد والفل والياسمين. ها هذا كله لسلوى عشان تعرف اني انا رح اقرا. على فكره ما دام شفنا اكيد رح نقرا، بس انا لما بكون ما بقرا طبعا كل واحد ما شاف. بالضبط. صباح الخير لايمان الموسى. صباح الورد، اسم الله الله يخلي لك اياها. ام العبد ام عبد الرحيم الخدروج صباح الخير، وسناء فهيم يسعد صباحك، وكمان صباح الورد لهبو الحج هبة يمكن بدها طريقة داود باشا. هبة كفتة نعملها كفتة زاكي داود باشا كثير زاكي. مع بطاطا ورز. كثير زاكي. عبد الله غباشنة يسعد صباحك، وأم إياد شادوح صباح الخير، أم محمد سليم البرية صباحك ورد، وإناس محمد ومريم الخطيب صباح الخير، أم آدم سمرين يسعد صباحك يا أم آدم، وآية السيلاوي صباح الورد، وكمان أم وسام سلامة ريهام القادري. شوفي حبيبتي هلا هاي خلصت بنحطها بالثلاجة. تمام. وراح أجيب اللي بالثلاجة عشان نزينها أنا وياكي. يلا لازم يعني متى أول شيء نص ساعة على جنب الكريمة جاهزة، نص ساعة على ساعة بالكثير.